نشرت أمل نستهلها بتحية لأم الحاج أم أشرف. وفي العناوين: مستقبل ويب انطلق، شارجو 3G ومدو كابل إنترنت، رحلات إلى القمر ابتداء من 2020، بس أنتوا بلبنان ما خصكن، الرجال مهددون بالإنقراض، معشفة انقرضوا أخذوهن على الحرب، والنائب ألاعون يوضح لا بعدنا متأمنين إنه يضل في نسبين والله وتير وضعنا بالويل. بعدين جوتشي تعتذر بسبب كنزة سوداء ومصادرنا استحصلت عليها من سوق الجمال، وحال الطقس في النشرة. مساء الخير. أول بأول، هو شعار مستقبل ويب، هذا الصرح الإلكتروني الفخم المعطاء الذي انطلق في حفل فخم معطاء في السيسايد من مباركة دولة الرئيس الفخم المعطاء سعد الحريري وحشد كبير من السياسيين والسوبر ستار رغب علامي والشعب الفخم والمعطاء، بقرار أقل ما يقال عنه أنه على مستوى كبير كتير فوق أكتر ما بتتصوروا، جرى البحث والتحري عن مقدم نشرة الأخبار، وبعد مشاورات ومناورات وأخذ وعطاء وهد إيدك والحقني، رفي الاختيار على لهلوبة الشاشة أجمل فراشة إمبراطورية الكلام الإعلامية الفخمة التي حيرت الجميع. أنا يما شفتيني بصرت على التلفزيون على الانترنت، انا برجع بركلش لك اياها بس اطلع تعيش تحركي انت الانطين. هلا الاقتصاد بالارض فهمنا، ومصاري ما فيش بلعنيها، جيبي ثيابك معك انت وجاي قلنا اوكي، وقلمي من جزداني مش الحال، بس انا لم ولن اتراجع وبقيت ثابته على مواقفي، ضربت اجري بالارض وقلت لهم لا، هاي النشره بتتسماش الا على اسمي، ومن هنا ولدت نشرت امل. طبعا مثل ما شايفين صار عندي سكرين كبيري وطاولة لإلي لحالي ما عليهاش، بس فيني اعمل فيها هيك، وكرسي لإلي بتبرم هيك وبتبرم هيك، انا كتير محمسة. وفقا لموقع مترو البريطاني، اعلن مدير الطيران والفضاء في النازا جيم بريدستون عن التخطيط لانشاء رحلات الى القمر وقاعدة للإباتة على سطح القمر، وهذه القاعدة ستكون بمثابة بوابة لباقي النظام الشمسي. ابتداء من 2020 ستنظم رحلات سريعة وسهلة للراغبين بالصعود إلى القمر. خبر سار فعلا صبري بشرك، صار فيك تطلع على القمر ورحلات سهلة وسريعة. أبعرفش هلا قديش سريعة، هو دخلك خط القمر كيف بيطلعوا له؟ كولا بربير ولا برج حمود الدورة؟ طيب هو سيرفيس ولا سيرفيسان؟ انا ما شفتش حاطين هن تحت شيء انه تي في اي انكلودد، يعني البشع بهي الاعلانات بيحطوا لكش قديش حتكلفك. طب هلا هو اذا حجزناها للرحله في ريفاند، يعني اذا انا تنقول جيت على ظهر البيدر وما كانش مسكر، متى ولا وصلت على المطار وتفتش والسيستم معطل وعجقه ركاب وبدو شو، يمكن تروح علي الطياره. اذا رحت علي الطياره يا الله يا الله، ليش نحن هيك؟ ليش نحن شعب مش مكتوب لنا نعيش على القمر؟ ليش؟ نحن من عن هذا المنبر نناشد جيم، فيني اقول لك جيم حاف، يعني هيك ارفع الكل في بياناتنا، انه يعني انه زبطت معك طلوع نزول عجقه السير، مش قادر يعني تزبط لنا عجقه هيك الجوني. طب عجقه اشاره قال لي سمعان، طيب الصياد. أفادت دراسة يابانية أن الذكور مهددين بالانقراض بسبب التغير المناخي الذي أصبح يشغل العالم منذ عدة أعوام، ومن المتوقع اختفاء الذكور بشكل تدريجي. ووفقا لقناة CNN الزميلة، إن الاحتباس الحراري من شأنه التأثير مباشرة على البيولوجيا البشرية، مما يؤثر على عدد المواليد الذكور قياسا على عدد المواليد الإناث. حتخلصوا أباش في رجال، حتخطفوا أباش في أبقبت موتسيكات، أباش في تعملوها على الطريق، أباش في حالة اغتصاب وراحت عليك طوني خليفي وجو معلوف، حتموتوا من الجوع، كل هاي الحالات أباش حتحكوا عنا لك، حتى الحلاق الرجالي حيسكر. ومعنا
مباشرة لنحكي أكثر بالموضوع النائب آلا عون عضو كتلة التغيير والإصلاح. حضرة النائب هل تسمعوني؟ حضرة النائب، تعقيبا على الخبر الذي سمعناه من شوي بسبب انقراض الرجال طبعا، هل لهذا السبب الرئيس الحريري ورئيس عون ضموا 4 نساء لهالحكومة؟ إن شاء الله ما يكون هذا السبب. لا، بعدنا متأملين إنه يضل في نسوان ولا وتير وضعنا بالويل. بعدين شغلة منيحة إنه اليوم ضموا هالنساء للحكومة، وإن شاء الله أكثر وأكثر بنصير نشوف نساء بمواقع مسؤولية، ويصير هذا الشيء عادي مش شيء استثنائي. الشعب بحب يشوف المسؤول المنتخب قريب منه. شو هي أحسن طريقة سعادة النائب؟ هل هي الخدمات الإنمائية؟ هل هي الخدمات الشخصية؟ هل هي ديو المشاهير؟ ده لا، مش ديو المشاهير، تجربة. ما نسأل ملحم رياشي عنه صراحة كيف كانت معه. هالمشاركة بهالبرامج أول شيء الغير السياسية والجدية مش عاطلة، لأنه الناس بتحب كمان تشوف السياسة بأنجل تاني. أهم شيء أنا بقول أنه السياسة يضل على طبيعته، وإذا هو بطبيعته قريب من الناس حيضل قريب من الناس، شو ما كانت شو ما صار وشو ما تقدم بالحياة بمهمته ومسؤوليته، وما يحس حاله فعلا تكبر الخس براسه ويحس حاله لأنه صار بأي مواقع مسؤولية، يعني صار طاير فوق الأرض. كل واحد يضل إجري على الأرض راسه على كتفه ويضل يتعاطى مع الناس مثل ما كان يتعاطى معهم قبل. هي أحسن طريقة ليضل قريب من الناس. سعادة النائب، قديش صعب عليك وعولادك تكونوا من بيت عون؟ صعب صح؟ صعب تكون من بيت عون؟ ليك بمرحلة كانت صعبة، كنا مضطهدين. لا بالعكس، هلا شغلة منيحة، بس مش هذا الاعتبار اكيد. ما حدا بوظف على العيلة، واحد بوظف على الكفاءة. وحتى انا اليوم عني ما وصلت الا لان الناس اختارتني، ما وصلت الا من هالباب. هذا الشيء ما بيمنع انه انا اليوم انتمي الى عيلة. اليوم صارت يعني معروفة جدا على بالحقل السياسي من وراء العماد عون ومسيرته، وحتى وصوله اليوم الى رئاسة الجمهورية. هذا الشيء لا يغير انه لا يجب ان اصل الى اي موقع، لا انا ولا اولادي، ان كان مهني او سياسي او غيره، الا عن كفاءة او عن جدارة، مش بس لانه بنتي من بيت عون. شكرا سعادة النائب آلا عون، وطبعا حيكون لنا لقاءات مستقبليا، وبتمنى تشرفنا شي يوم انت ولك نتشارك هالطاولة ونشرب لنا فنجان قهوة والله من كيف. فاصل ونواصل وقفة إعلانية. صبري حاجة ساعة حضرتك؟ والنبي هات لي حاجة ساعة. تفضلي حضرتك. شكرا. طب هاي كيف بدي اشربها طيب؟ كيف بدي اشربها؟ هيك من الأول طيب. المشروب الأول في العالم. كات! يا الله، حتى الدعايات أنا بدي أعملهم طيب، عم بتعب عم بتعب. جوتشي تعتذر بسبب كنزة سوداء وتسحبها من الأسواق. يعني أبشفي لو بتقتلوا حالكم، أبشفي بسوق مارليه سوق الجمال برموا الدنيا سحبتها يا أبي، هو بس يسحبوا الشغل بيسحبوها. هلأ جوتشي اعتذرت على العنصرية وما اعتذرت على غلى الأسعار. يا زلمة شو الطبقية اللي عليها جوتشي؟ اعتذار رسمي انه نحن بينفع معنا اعتذار رسمي، نحن بدنا حاسم 500% وأنجا يطلع لنا نشتري زر من عند جوتشي وعم تعتذر. اصلا منين جايبين هالواحي انه كنزي عليها حمرة؟ ما كل قمصان الشباب عليهم حمرة. انه يعني اخترعتوا شغله مهمه انتوا، انه يعني انتوا شو هالشيء المهم اللي عاملينه؟ انا هلا جوتشي، انا هلا عملت كنزة جوتشي. ها ها واو واو، حس حالي غاليه، حس حالي بدي اعتذر يا ابي. شيء مهم يعني، شيء مهم. هلا نحن صراحه جربنا نعمل نشر التائس بس ما عرفناش منين بدنا نجيب المصادر، ما حداش عم تزبط معه يا جماعه، وما عندناش وحده هيك طويله وحلوه توقف وراي وتقول شو التائس. بقى قلت انا حقدم التائس. ف تائس منيحه، بكره البسوا نص كم على مسؤوليتي. شكرا امل.
هذا كل شيء، نلقاكم الأسبوع المقبل في نشرة أمل. تابعونا، تصبحون على خير.